يعني الحمد لله، يعني كما كان مباراة الذهب انهينا مرحلة الذهب بشكل جيد، كانوا انتصارات كثيرة وما انهزمناش، كان التعادلات كانوا قليلة، الأداء كان جيد، درنا واحد الانتدابات. دوك الانتدابات أكثرية ما لاعبينش، لأن خصك تعرف صعيب لعاب يجيك لاعب، لأن أنا كان لاعب صعيب وكان نقدم إضافة ونقدم يعني مباريات، يعني كان رسمي بشكل رسمي وكان أداء ديالي جيد. صعيب صعيب يعني انت كتجيب واحد خصو على الاقل يساعد حتى هو يدير يعني بريباراسيون باش يلا يوجد، مي كيدخل المباريات كيلقى ريتم طالع عليه، خصك الوقت. ثم انا مباريات ديال الاياب صعبه وصعبه جدا، لان جميع الفرق هنا فين كيكون المشكل، كاين واحد التراخي، لان دائما داك الفريق اللي كيسالي بكرافاتا دائما اللاعبين ديالو تيقول راه وصلنا، ودي عقليه خاطئه. التركيز ما كيبقاش داك التركيز 100%، تيولي انه لادفيرسير تيولي عندك بلي موتيفي، لانه غيلعب مع الاولى وغيلعب مع الكوكب، راه كلشي كيتجمع كلشي كيدير ليه بريم، كلشي بزاف د الحوايج هذا خصك تعرف، لان انت لاعب ضد الكوكب حتى للصف الاول فريق عريق، الخصم غادي يكون اكثر منك في الموتيفاسيون. وحنا تحدثنا مع اللاعبين انهم ان مباراه الاياب غادي يكونوا صعبه، انا تقريبا دابا يعني اللاعبين ما قدمينش حتى ديك 40% اللي كنتظروا منهم، حنا تنعرفهم مزيان اللاعبين ديالي ما نكذبش عليهم، ولكن اللاعب المغربي هو هذا، اللاعب المغربي يعني التركيز كيخونو، لادفيرسير ما كي تيشوفوا فين محتل ما كيدخلش مركز داك التركيز الكبير، هذا ماشي غير هنا، هذا عامة. انا عند كتجربة عندي والدراسة ديالي اللي درست على اللاعب المغربي، دائما المغربي خصك تبقى تهضر معاه وتبقى ماشي تقني وماشي على بدني، مشكل هو ذهني، مشكل دائما داك اللاعب دائما ما كيدخلش مكونسونطري، تيدير اخطاء حتى كيتصرفخ من لادفيرسير، عدة اشياء اللي كتوقع في الاياب، حتى المباريات دائما ديال الاياب 16 حتى 25 كتلقى يا فرقة باغا طيح غتلعب 100%، لان ما يمكنش حتى تعادل ما تخدمش ليها، وغادي وحدي لاعبين على باش الصعود بطاقتين الصعود، كتلقى 6 لاقي 7 لاعبين باش يبقاو و6 لاعبين باش الصعود، حتى الدوره 25 عاد وحدين تيبعدوا تيوليو مراكز الوسط، تقدر تلقى شي خصم تلقاه ساهل لانه ما ضمن البقاء وما ما يعني ما لاعب لا على صعود وضمن البقاء ديالو. اما الدورات حتى 25 فكل ماشي صعيبه علينا حنا، صعيبه على الفرق كاملين، لان لاحظتي ما كاينش مباراه سهله وما كاينش شي انتصار سهل، هادي بلا ما تنتظر في الاياب فروق اللي كتجي بعض المرات بحال اليوم المباراه ديال قسم التعادله، فريق هو الاخير حتى نقطه ما صالحاش ليه.